عبد الله بشيء يا فتى أفضل من فقه كذا القول أتى ولفقيه واحد أشد من ألف ألف عابد يعد أشد في الأمر على الشيطان لأنه العارف بالمعاني يدري مصائد العدا فيحذر وقوعها ويخبرا بها الورى عبادة ليس بها تفقه لا خير فيها إنها لبلة بها الحج السفر الحج رحلة روحية لها أهدافها الخاصة والعامة يتجشم الحاج فيها الصعاب ويرتكب فيها الأخطار ويقطع الفيافي والقفار وينفق فيها الأموال ويفارق الأهل والخلان لماذا؟ لينال بذلك ثواب الله ومغفرته ورضاه وجنته من حج ولم يرفث ولم يجهل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أن يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة كما أن المولود يخرج من بطن أمه لم يعمل سوءا ولم يرتكب معصية العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وحينئذ قبل كل شيء كما لا يخفى أن عليه أن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومحظوراته ومكروهاته حتى يؤدي هذه الفريضة على بصيرة حتى يؤدي هذه الفريضة على علم حتى يعبد الله على علم والله عز وجل لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم كيف يذهب يؤدي فريضة من فرائض الله وهو لا يتصورها هذا الحج لا يتصور مناسك الحج وإيش الفرق بين الحج والعمرة كم عدد مناسك الحج كم عدد مناسك الحج والعمرة ما يعرف كيف لابد من ذلك فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي سؤال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده